يا هلا فيكم في ترند. وفقا لتقرير ضخم يتكون من 250 صفحة أعدتها مجموعة ديب نولج جروب ونشرتها مجلة فوربس الأمريكية، احتلت البحرين المرتبة 23 عالميا في ترتيب أكثر دول العالم أمانا من فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك اعتمادا على 130 مؤشر كمي ونوعي وأكثر من 11400 نقطة بيانات تتناول معايير مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية. يحيي الأردنيون اليوم الثلاثاء عيد الجلوس الملكي 21، ويشكل 9 يونيو في كل عام محطة تاريخية في الأردن، حيث اعتلى الملك عبدالله الثاني في مثل هذا اليوم من عام 1999 عرش المملكة الهاشمية. ومن برنامج ترند نقدم أو نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى يوم الجلوس للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. لوحة جدارية مبهرة في سوق المباركية للوهلة الأولى تعتقد بأنها ممر حقيقي، لكنها في الواقع عبارة عن لوحة جدارية فنية مرسومة بإتقان، وتم تداول مقطع فيديو مصور لهذه اللوحة مو علشان جمالها فقط، بل لأن البعض ما قدر يعرف أنها مجرد رسمة إلا من بعد الاقتراب منها والاصطدام فيها. انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر لحارس مرمى نادي بارادو الجزائري مختار فراحي عقب ما أعلن عن عقد قرانه بطريقة طريفة، وقام فراحي بإقامة حفل زفافه بشكل بسيط على ملعب ناديه، وذلك بحضور عدد من أقاربه ومسؤولي النادي. وما اكتفى حارس المرمى بذلك، بل قام باللعب مع زوجته كرة القدم، والتقط الحاضرون للحفل صور للزوجين وهما يلعبون كرة القدم. ثغرة جديدة في واتساب كشفتها تقارير صحافية عالمية تجعل رقم هاتف المستخدم متاح للجميع على محرك البحث جوجل. بعض المبرمجين رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة كليك تو تشات الموجودة في واتساب، واللي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب رقم أو حفظه. ونصح خبراء الأمن السيبراني كافة المستخدمين بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام الهاتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث. قصة حقيقية أشبه بالخيال تداولتها مواقع إخبارية عالمية كثيرة، فقد اكتشف شاب كنز ثمين أخفاه تاجر قبل حوالي 10 سنوات، ووضع سر إيجاده داخل قصيدة كتبها بيده ونشرها في كتاب له يتحدث عن سيرته الذاتية. وكشف فورست فين اللي يبلغ من العمر 89 سنة وهو تاجر تحف فنية أن صندوق الذهب والجواهر الذي أخفاه قبل 10 سنوات والذي دفنه في إحدى أكثر المناطق وعورة في العالم قد عثر عليه يوم الأحد الماضي من قبل أحد المغامرين. وابتكر فين لعبة أطلق عليها اسم البحث عن الكنز، حيث أخفى كمية كبيرة جدا من قطع نقدية ذهبية ومنحوتات صينية قديمة ومجوهرات أثرية وزمرد وياقوت يوصل وزنها كلها أكثر من 50 كيلوغرام وتصل قيمتها لأكثر من $1,000,000. وبشذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، أتمنى لكم أوقات سعيدة تقضونها في البيت مع من تحبون، ودعتكم الله.